يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم، نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. موسيقى حلا. شكراً. مساء الخير. مساء الخير. عمو يزيد جد سعيد لرو معكم اليوم في هذا الحفل لأول مرة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة، في مدينة القليعة، مدينة الفن والحضارة والثقافة. شكرا. مدينة القليعة مدينة عريقة، مدينة جميلة. اذا كي نقول هذا الشيء معناها انكم عندكم مهمة على عاتق نتاعكم، انكم تحافظوا على هذا الثقافة وهذا الاصالة. ما نقدرش نبدأ الحفل نتاعي اليوم بلا ما نشكركم. وحبيت عندي صديق تعرفوه كامل بلاك، كان يرافقني دائما في حصة ولدنا تحت جناحنا، اللي هو الأستاذ نور الدين لابري. تحية. تفضل. حبيت من المفروض، هو قال لي أنا راح نستقبلك ونرحب بك. قلت له لا، أنا اللي راح نستقبلك ونرحب بك. تفضل أستاذ نور الدين. مرحبا فيك. ربي يطول عمرك، ربي يخليك. تحية الأستاذ. شكرا سي يزيد، بارك الله فيك. يا اطفال، سؤال، تحبوا عمو يزيد ولا ما تحبوهش؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير باش تستقبل مدينة القليعة في دار الثقافة احمد عروة. رجل عظيم، اب كريم، اخ عزيز. انتم كامل تقولوا له عمو يزيد. انا نزيد حاجة، انا نقول له الاستاذ عمو يزيد. عمو يزيد في البداية نتاعه كان يغني للمرأة، المرأة اللي هي الام، اللي هي الزوجة، اللي هي الأخت، اللي هي الجدة، اللي هي البنت، ويحب الأولاد. احنا كما راكم جميعا في هذه القاعة اللي عمري ما شفتها تعمرت كما اليوم، هذه القاعة احنا دائما نخدموا فيها، والله العلي العظيم عمرنا ما شفناها تعمرت كما اليوم، وهذه علامة خير، معناها أنه
راهو نجح في المهمة نتاعو، وأنتم كذلك راكم تحبوه وتحبوا الشيء اللي يقوم به. آخر كلمة نختم باش نخلي هو، كاين واحد البيت تاع الشعر، بيت واحد حول الطفولة، تحبوا نقول لكم حول الطفولة ولكن كذلك حول الأستاذ عمو يزيد. وشنو البيت؟ شممت فيك أريج الطهر يحدق بي، أنت الطفولة من رعاك لم يخب. وعمو يزيد راهو يرعاكم ويحبكم ويعطيكم يزهيكم يفرحكم، وذوي الاحتياج الأولاد اللي ذوي الاحتياج الخاصة يحبهم كثير كثير كثير. لما دخل خذا معاه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة هو كذلك ما يخيبش إن شاء الله. نتمنى له النجاح والتوفيق وربي يطول عمرك سي يزيد. شكرا 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 شرف عظيم، ربي يطول عمرك أستاذ ربي يخليك. شكرا شكرا شكرا، والله شرف عظيم أنني نلقى هذا الترحيب اليوم بكم أنتم وبأصدقائي، والله شرف عظيم. أو عاجبكم الحال؟ إذا يا أطفال تحبوا العطلة؟ شكون يحب العطلة يرفد يده؟ شكون يحب المدرسة؟ شكون يحب المدرسة؟ برافو برافو. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجد بها كأغنيتي، هي كنز معرفتي، فلتحياها مدرستي. برافو، يلا كمل معايا. مدرستي كم أحب مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. يا مدرستي اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. قصري ومملكتي.
أنساها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلبي هواها سنة من بعد سنة سنة من بعد سنة من بعد سنتي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها دوما يدي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي تلتحيا مدرستي. إذا يا أطفال عليكم بالجد حب المدرسة حب العلم وش يقولوا كيفاش يقولوا حب العلم شكون 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 شوف الشفا هذه وصلت بيدي وصلت وصلت دنيا زاد حب العلم حتى ولو كان في السين كان مقولة أخرى تقولك اطلب العلم اسمك رفيق بقر رفيق اطلب العلم من اللحد إلى اللح من اللحد إلى اللح اطلب العلم من المهد إلى اللحد برافو فوالا فوالا اطلب العلم من المهد إلى اللحد بهذه المناسبة عمو يزيد لكم أغنية على وسيلة نقرأ بها هي القلم نقول فيها قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي قلمي آية من القرآن أول خلق الله سخره
سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي 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 صغير الحجم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. يا أطفال ما من أولياء تحكم وقتاش غير في مفات اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. أعطيني الشباب هذا واسمك وقتاش اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ثمانية مارس. لا لا ثمانية مارس يا ولدي هو عيد المرأة. شكون يعرف؟ شوف الشابة هذه اصبر. سارة 14 مارس. على بالكم أنا عم بالي هذا السؤال سهل لأن السؤال مازال ما طرحتوش. هذا الموضوع سهل باسكو رانا فيه رانا في لاكتواليتي يعني في الحدث. هو يوم 14 مارس من كل سنة اليوم الوطني. سؤال تاعي واش يقول؟ وقتاش اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟ اليوم العالمي. شوف الشابة هذي؟ واسمك؟ ليديا. وقتاش اليوم العالمي؟ لا لا ماشي 19 مارس معليش. شكون 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 شكون؟ وقتاش؟ 20 لا لا 14 لا لا 1 جنبي لا 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 عم يزيد يساعدك. تعال واش سنة تدرس عادل؟ أه؟ واش سنة تقرا؟ سنة أولى متوسط. شحال جبت معدل؟ 14-25. صفقوا عليه صفقوا عليه. عمرو يزيد يحب اللي يقراو. إذا أعطيه الهدية تاعو. أعطيه الهدية تاعو. حنا نحبوا الشاطرين. إذا اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم 3 ديسمبر. تفضل وليدي رامي راعي البرنامج وراعي حصة مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية متواضعة عشان لا تستفاد بها. شكرا لك. العفو العفو وليدي. تفضل تفضل تفضل. واش راكي بنتي؟ كي مليحة؟ كي فرحانة؟ واسمها؟ ملاك. ملاك وهي ملاك. الله يبارك الله يبارك. كي فرحانة بنتي؟ هاي فرحانة بزاف. ما نقدروش ما نغنيولهمش الأغنية اللي يقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغايتي العظيمة. غنوا كامل معايا أنا المعاق لكم. تحية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة محتاجين منا ولو نظرة جميلة ولو ابتسامة ماشي شرط. والله حبيت من هذا المنبر نوجه رسالة. والله يا ناس غير الصدقة والإحسان والخير والله ما هو شرط أن يكون بالنقود ولا بالفلوس. والله ابتسامة تكفي، التفاتة تكفي، زيارة مريض في مستشفى تكفي. يا أخي يا أطفال صلة الأرحام مهمة. زيارة المريض والأقارب. تغنوا كمان معايا أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. هدى يحفظها. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي رب
ربي قادر أرادني عديما لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديما لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب أدق كل باب لغاياتي العظيمة. شكرا شكرا. السلام عليكم. تشرفنا بحضوره عمو يزيد في مدينه القليعه، ان شاء الله نعاودو نشوفو خطره اخرى عن قريب. مشكور بزاف بزاف عمو يزيد، وان شاء الله ما تكونش اخر مره، ودي يفرح لنا دراري. نشكروا حصه عمو يزيد على هذه المبادره، الا ان انا عندي ملاحظه برك. القاعه ما تتسعش العدد الهائل على مستوى ولايه تيبازا، وكاين اطفال بزاف اللي ما تحفتهمش الفرصه باش يحضروا الحصه هذه. نتمنى في المستقبل ان شاء الله يبرمجوا حصه عمو يزيد في قاعه رياضيه وين عدد كبير من الاطفال يشاركوا فيها الحصه. ويعطيكم الصحه. نشكر دار الثقافه وعم يزيد، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. السلام عليكم. حفله ما شاء الله مع عمنا يزيد، والعقوبه ان شاء الله غدوة في عفرون. نشكر عمو يزيد ونحبه بزاف كي دلنا هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بودي أن أتقدم بالشكر إلى فرقة عمو يزيد
على هذا العرض القيم الشيق الهادف التربوي الذي امتع الحاضرين، والحضور كان هذه المرة نوعي ومكثف. ونشكر كذلك كل الجمهور الذي توافد على دار الثقافة والذي جاءنا من مختلف تراب ولاية بازا وحتى ولايات المجاورة لولاية بازا.